اليوم بنتحدث على الاستخدام الآمن للكهرباء في المنزل. درسنا فيما مضى في الحصص الماضية على الاستخدامات الرئيسية للكهرباء. قلنا ممكن نستخدم الكهرباء في المنزل في دوائر رئيسية لدائرة التصفية الكهربائي والإضاءة الكهربائية التي تنقسم بدورها إلى المصابيح الفتيلية والمصابيح الفلورية. المصابيح الفتيلية اللي هي قلنا عليها المصابيح التوهجية، وأيضا المحركات الكهربائية، يعني استخدمنا الكهرباء بشكل آمن. وفي نفس الوقت الكهرباء يعتبر سلاح ذو حدين، كيف ما أن الكهرباء استفدنا منها ممكن يكون في أخطار تسبب مشاكل للمستخدم. وأيضا درسنا أخطار الكهرباء، شنو الحاجة اللي ممكن تسبب مشكلة للإنسان باعتباره هو المستخدم. أول شيء قلنا ممكن تسبب، أو الشيء اللي يسبب مشكلة اللي هو العزل التالف. وأيضا تحدثنا ممكن يكون في تسخين مفرط للكابلات، والإفراط هو الزيادة عن الحد، وأيضا الشروط المناخية الرطبة. كيف ما استفدنا من الكهرباء أيضا هذه تسبب خطورة للإنسان. تو نحن بنتحدث كيف نستخدم الكهرباء بشكل آمن في المنزل. وطبعا الكلام نتحدث عليه هذا الكلام النموذجي، ربما في الواقع أو في الحياة احنا عايشينها حنلقى توصيلات ويشتغل الضي بشكل جيد، ولكن مش بشكل نموذجي. الكهرباء يدخل لي المنزل بي أو عن طريق كابل إمداد تحت الأرض، وهذا الكابل يحتوي على سلكين. السلك الأول رمزنا له بالسلك L والثاني N. قلنا السلك L تحدثنا عليه فيما مضى اللي هو السلك الحي أو السلك المكهرب، اللي هو يعتبر السلك الخطر لأنه جهده عالي، والسلك N اللي هو السلك المتعادل جهده قريب من الصفر. بعد من السلك أو يدخل لهذا الكابل للمنزل، أول شيء حنلقى هنا ما يسمى بصندوق منصهرات، صندوق منصهرات رئيسي. صندوق المنصهرات حنلقى فيه هنا منصهر رئيس، وهذا المنصهر نحن طبعا بالعامية أو على حسب ما نحن شايفينه نسميه بالفيوز، يسمى فيوز لكن هنا علميا يسمى بالمنصهر. حنلقى هنا منصهر رئيس ولازم يركب على السلك الحي. ثم نلقى أو بعد التوصيل هذه مباشرة حنلقى عداد الكهرباء، عداد الكهرباء اللي نحن في الواقع نسمه فيه الساعة اللي توجد في المنازل التي تستخدم لحساب استهلاك الإنسان بالنسبة للكهرباء. بعدين حنجد المفتاح الرئيسي. المفتاح الرئيسي هذا المفتاح يفصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل. بعد المفتاح الرئيسي هنا يكون عندنا توصيل الدوائر الرئيسية في المنزل. عندنا التوصيل الرئيسي للدوائر، عندنا هنا أول دائرة اللي هي دائرة إيش؟ الإضاءة، دائرة الإضاءة. لما نوزع أول توزيع ندير دائرة الإضاءة اللي هن كل المصابيح الموجودة في المنزل تربط بدائرة واحدة، لأن المصابيح عندهم تيار معين، تيار يكون طبعا بسيط يفرق على تيار الأجهزة الأخرى. فبذلك السلك الكهربائي ممكن يكون إيش؟ سلك رفيع، يعني حوالي تقريبا 1.5 ملي، فتكون دائرة خاصة بيش بهذه المصابيح. بعدين عندنا الدائرة الأخرى اللي هي دائرة المسخن الغاطس. الدائرة الثالثة دائرة فرن الطهي. الدائرة الأخيرة الدائرة الحلاقية الرئيسية. قلنا دائرة الإضاءة أول دائرة، حندير دائرة الإضاءة كل المصابيح الموجودة في المنزل يوصل بدائرة واحدة لأنها عندها سلك معين. بعدين عندنا دائرة أخرى اللي هي دائرة المسخن الغاطس، وطبعا إحنا كيف نقول بالعامية السخانة الموجودة في دورات المياه أو في المطبخ، أو الهيتر اللي هو جهاز تسخين الماء، أو أي جهاز به عنصر تسخين، فهذا الحرارة التي يستمدها حرارة عالية، فما نقدرش ندير دائرة المسخن نربطها مع دائرة الإضاءة، لذلك كل وحدة تعزل بروحها. بعدين دائرة فرن الطهي اللي نحن نسموه فيه الفرنيلو، فطبعا الفرنيلو الحرارة متاعها تكون أكثر أو أكبر من حرارة فرن الطهي، لذلك تكون عندها دائرة خاصة لأن الأسلاك تكون أكبر أو أسمك بقليل. آخر شيء اللي هي دائرة أو الدائرة الحلقية الرئيسية، هذه الدائرة تمد
جميع المقابس في المنزل بالتيار الكهربائي. والمقابس جمع مقبس، والمقبس اللي هو نحن نقوله لا اللي هو البريزة، سمى بالبريزة عندنا، لأن طبعا هذه المقابس أو المأخذ اللي نحن نأخذ منه الجهد الكهربائي، فكل دائرة توصل بسلك خاص بها. لذلك هنا هذا التوزيع الآمن، لو وزعنا التيار الكهربائي في المنزل بهذه الطريقة يعني بعد الله سبحانه وتعالى حيكون التوصيل أو تكون الاستخدام آمن بشكل ممتاز. بالنسبة لدائرة الإضاءة، قال لازم دائرة الإضاءة يكون توصيل المصابيح على التوازي. شنو السبب؟ عندنا سببين. السبب الأول لأن دائرة التوازي إذا عطب أي مصباح، يعني إذا كان خرب أي مصباح أو انحرق، لن تتأثر بقية المصابيح. السبب الثاني أن كل مصباح يأخذ جهد الخط الرئيسي. خط الرئيسي أو التيار اللي داخل المنزل جهده كم؟ 240. كل مصباح هياخذ 240، لذلك نلقى المصابيح كلها تعطي نفس القوة ونفس الإضاءة. وأيضا لما تحدثنا على المصخ الغاطس، وبعدين قلنا دائرة فرن الطهي، وبعدين الدائرة الحلقية الرئيسية، ممكن هذه الأسلاك نستخدم سلك 1.5 ملي، ممكن هنا نستخدم سلك 4 ملي، هنا ممكن نستخدم سلك 6 ملي، وأيضا الدائرة الحلقية أيضا نستخدم سلك 6 ملي متر، هو طبعا حساب القطر امتاعه. فلذلك بالنسبة للمقابس ما نقدرش ندير سلك بسيط، لأن معرض أن المقبس أو البريزة كيف ما قلنا نركب فيها أي جهاز، ممكن هذا الجهاز كيف الدفاية، ممكن جهاز هذا كيف نحن نسمو فيه جلخ أو الجريندا، ممكن نركب عليه مثلا صخان. فالأجهزة أحيانا تكون تسحب تيار كبير وأحيانا تكون تسحب تيار بسيط، لذلك لازم تأخذ بعين الاعتبار. عندنا هنا بعد هذا الأمر عندنا ما يسمى بالمنصهرات. المنصهر كيف ما حكينا اسم العلمي منصهر، ونحن بالعامية نقول له الفيوز. المنصهر قال هنا سؤال، أين يوجد المنصهر؟ عند مكانين يوجد فيه. أول مكان يوجد المنصهر داخل الصندوق الرئيسي، داخل الصندوق الرئيسي أو في وحدات الاستهلاك أو وحدات الاستهلاك. وحدات الاستهلاك اللي هن الأجهزة القابلة للحمل، يعني مثلا كيف الغلاية، كيف الهيتر، كيف مثلا مجفف الشعر، كيف أي جهاز صغير نقدر نحن المأخذ متاعه أو القابس متاعه يركب له منصهر. إذن في وحدات استهلاك أو نلقى في الصندوق الرئيسي. هذا المنصهر شنو استخدامه؟ المنصهر أداة أمان، أداة أمان، انتبه كويس، أداة أمان تستخدم لحماية الأجهزة والأسلاك من أي سريان مفرطي التيار. وطبعا الإفراط اللي هو زيادة عن الحد، فأي جهاز عنده تيار معين يشتغل به، لو زاد أو دخل التيار لجهاز أكبر من المعدل متاعه سيؤدي إلى تلف الجهاز. لذلك نستخدم كيعتبر كخط دفاع أول للجهاز اللي هو المنصهر. فكل جهاز على حسب التيار يركب له منصهر خاص به. فبالنسبة للاستخدام تاعه نقول جهاز أمان يستخدم لحماية الأجهزة وكذلك الأسلاك من أي سريان مفرط للتيار. شن تعريف المنصهر؟ عبارة عن سلك قصير ورفيع يسخن وينصهر، لذلك سمي منصهر. يسخن وينصهر أمتى؟ إذا مر في تيار أكبر من قيمته العيارية. القيمة العيارية للمنصهر، أي منصهر حنلقى مكتوب عليه قيمة معينة. مثلا عندنا منصهر بهذه الصورة، وطبعا الشكل متاعه صغير، ولكن كبر على الصبورة عشان ننتبه. هذا الجزء فلزي، وأيضا هذا الطرف فلزي، وعندنا سلك في المنتصف. هذا المنصهر مثلا نلقى مكتوب عليه 10 أمبير، يعني هذا المنصهر يتحمل تيار بمعدل 10 أمبير. إذا دخل في تيار أكثر من 10 أمبير سيؤدي إلى أن هذا السلك يسخن وينصهر، أي بمعنى ينقطع، فيمنع مرور تيار إلى الجهاز. ففي هذه الصورة شكلنا حماية للجهاز من التلف. لذلك في تعريفة، عبارة عن سلك قصير ورفيع يسخن وينصهر إذا مر في تيار أكبر من قيمته العيارية. وفي نفس الوقت في ملاحظة تقول كلما كان السلك
سميك كلما احتاج تيار أكبر لصهره. وطبعا هذا من ضمن الأمور الخاطئة اللي بعض من الناس تتعامل بها وتدير فيها. ممكن واحد يتلف عند المنصهر وما لقاش مثلا منصهر، أو ما صبرش إلى الصبع علشان يجيب منصهر، فممكن يحوله ويدير أي سلك من النحاس ويوصل ما بين الطرفين ويمر التيار الكهربائي، ومر التيار الكهربائي واشتغل الجهاز والأمور تمام. لكن الخطورة تكمن هنا أنه ممكن يدخل تيار أكبر يتلف الجهاز. لذلك لازم 10 أمبير لازم نحط 10 أمبير، 13 لازم نحط 13 أمبير. فهذا عليش إذا كان السلك سميك لن ينصهر، يحتاج تيار أكبر، دخل تيار أكبر أتلف الجهاز ولن يتلف السلك. وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تأخذ في الاعتبار. عندنا طبعا بالنسبة للمصاهرات فيها أرقام كثيرة، ولكن الأرقام الأكثر شيوعا اللي دائما تستخدم ممكن نلقى 1 أمبير، 2 أمبير، 5 أمبير، 10 أمبير، و 13 أمبير. هذه طبعا القيم الأكثر استخداما في المصاهرات، أو الأكثر استخداما بالنسبة للأجهزة المستخدمة دائما. كويس، عندنا أيضا قال لي أنواع المصاهرات، كم نوع للمصاهرات؟ ننتبه كويس ونفرق ما بين كلمتين، ما بين أشكال المصاهرات وأنواع المصاهرات. أنواع المصاهرات نوعين فقط. لو جيت المصاهرات عندنا نوعين، هذا النوع الأول الذي يسمى ب منصهر لا يتغير سلكه، يعني السلك اللي جوا ثابت ومحكم الأجناب، يعني لو تلف هذا السلك ما نقدرش نفكه ونركب سلك آخر، فلازم نضطر إيش إن نغير المنصهر بالكامل. مع العلم أن القيمة الشرائية لهذا المنصهر بسيطة جدا، يعني علشان ما نتلف الجهاز قيمة عالية ممكن إيش نضحي بمنصهر بهذه الصورة. المنصهر النوع الثاني يسمى بالمنصهر القابل لتغيير سلكه، منصهر حنلقاه بهذه الصورة وعنده هنا أطراف نحاس، وهنا أيضا أطراف نحاس، وهنا فيه مكان للسلك برغي. استخدم ممكن استخدم فيه المفك، استخدم المفك طبعا هذا البرغي، وأيضا بين نيش السلك. هذا النوع من المصهر قال قابل لتغيير سلكه، مع العلم أن هذا المصهر يركب وين؟ في صندوق المصهر الرئيسي. إذا تلف هذا السلك ممكن باستخدام المفك نفك السلك ونضع سلك جديد ونرده في مكانه، فهذا قابل لتغيير سلكه. أما النوع الأول غير قابل لتغيير سلكه. يعني لو بحثنا إلى هذا المصهر حنلقى فيه أشكال كثيرة، بالرغم أن كل نفس الوظيفة، غير قابل لتغيير سلكه، ولكن على حسب إيش الأجهزة. ممكن نلقاها في كل الأجهزة، حتى في الآلات الصناعية وحتى في السيارات نلقى إيش هذه المصهرات. فعلى حسب الأشكال متاعهن وعلى حسب صناعتهن كل نيش غير قابل لتغيير السلك متاع أو سلكي. آخر شيء بالنسبة لي المصهرات قال المصهر طبعا في إجراءات وقائية علشان حطها في الاعتبار عند استخدام هذا المصهر. أول شيء قال يجب الأخذ بالاعتبار القيمة العيارية للمصهر لأي جهاز. يعني طبعا المصهر حنلقى عليه او القيمه المكتوبه عليه بالامبير هو التيار الكهربائي او وحده قياس التيار الكهربائي. اي جهاز لما نركب له مصهر نشوف التيار اللي يسحب كم الجهاز. تيار الجهاز 9 امبير نركب له مصهر 10 امبير، تيار الجهاز 5 امبير نركب له القيمه اللي بعدها اللي هي مثلا 6 امبير، وهكذا. لازم تكون في قيمه عياريه اكبر منها بقليل. النقطه الثانيه يجب أن يركب المنصهر على السلك الحي، وهذه نقطة في غاية الأهمية. يجب أن يركب المنصهر على السلك الحي. ننتبه شوي هنا، لو كان عندنا أي جهاز مثلا بهذه الصورة، وهنا عندنا المنبع اللي هو القابس أو كيف ما قلنا إحنا الفريزة، وصلنا سلكين وقلنا السلكين هذين اللي هو سميناه السلك الحي والسلك المتعادل هو ال و ال ان. اين يجب تركيب المنصهر؟ يجب ان يركب المنصهر على السلك الحي. كويس، به لو ركبناه على السلك المتعادل ممكن شنو يحصل؟ نجرب. لو ركبنا هذا المنصهر على السلك المتعادل وشغلنا الجهاز يشتغل الجهاز بكامل قوته وبوضعيته الطبيعيه، لكن زاد عندنا التيار بطريقه ما،
حيدخل التيار الى الجهاز ويتلف الجهاز، ولما يطلع التيار هو طالع يتلف ايش المنصهر. وكان نحن بهذه الطريقه عملنا على حمايه باقي السلك من المنصهر الى المنبع، وهذا الشيء خاطئ جدا. نحن وضعيه المنصهر او وضعيه المنصهر علشان نحمي الجهاز، لذلك لازم يركب على السلك الحي. اذا جاء او مر تيار اكبر من القيمه العياريه حينصهر المنصهر او يتلف، فهنا منع التيار من الدخول الى الجهاز، وهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخيرة في الإجراءات الوقائية، يجب فصل منبع التيار عند تغيير أي مصهر. يعني تو المصهر هذا تلف أو كيف ما نحن نقوله انقطاع أو انحرق، نبغى نغيره لازم نفصل إيش التيار الكهربائي. فصلنا التيار الكهربائي وغيرنا المصهر، وبهذه الطريقة نعلق التيار الكهربائي. تمام. لأن أحد الأطراف حيكون فيه الجهد، لذلك لما نغير الجهاز لازم نفصل التيار عن هذا الطرف علشان الشكل الآمن بالدرجة الأولى. كويس. تو في أحد من الطلبة سأل سؤال، قال نحن عندنا جهاز قابل للحمل مثلا في المنزل، جهاز بسيط، وقال لي والله أنا بنركب له منصهر من أجل الحماية. كويس. تو نحن المنصهر هذا قبل ما نقول اي منصهر لازم نشوف التيار اللي يشتغل على هذا الجهاز. مثلا التيار متاعك كم؟ جيت للجهاز لقيت مكتوب عليه على هذا الجهاز 나خذ مثال عملي. نحن طبعا بحيث ان تكون في الحياة العملية، مثلا نقول نحن على سبيل الافتراض سخان اللي هي طبعا الغلاية متاع القهوة والشاي، إذا كان لقيت عليها مكتوب مثلا 2880W، أي بمعنى هنا القدرة، قدرة هذا الجهاز 2880. كويس. شن عندنا أخرى؟ عندنا الجهد، والجهد هذا طبعا ثابت، هي القيمة الثابتة اللي هي حوالي 240 فولت. مع الأخذ في الاعتبار أن لحسب ما نحن عايشين تو اضطرابات الشركة ممكن ما نلقاش هذه القيمة، ولكن هذه القيمة العيارية. نحن أخذنا من قبل قانون يقول P تساوي IV، قدرة تساوي التيار في الزمن. نحن نبغى التيار لأن المنصهر بالأمبير. شنو يساوي التيار؟ القدرة على الجهد. كويس. نحن تو حنقسم القدرة على الجهد كم تساوي علشان نكون دقيقين شوية. ممكن نقول هنا 2880 قسمة 240 عطتني القيمة هنا كم؟ 12. إذن التيار المستخدم لهذا الجهاز 12 أمبير. شنو يكون المنصهر اللي نحن ممكن نركبه؟ ركب 13 أمبير. نحن محتاجين يمر التيار 12 اشتغل الجهاز، لو مر تيار 13 يتحمل المنصهر أكثر من 13 سوف ينصهر المنصهر مباشرة. فبهذه الصورة سواء كان الجهاز هذا ولا أي جهاز آخر يجب أن تأخذ بالاعتبار هذه القيم. بعد عندنا وآخر شيء عشان ننهي، عندنا الموضوع الآخر هو مفاتيح الكهرباء. مفاتيح الكهرباء، مفتاح الكهرباء في ملاحظة تقول تصمم جميع المفاتيح الكهرباء على حسب أشكالها وعلى حسب أحجامها وعلى حسب صناعتها، كلنا عنده وظيفة واحدة فقط وهي فصل أو وصل التيار الكهربائي فقط. يعني تو لو جينا مثلا عندنا هذه الأشكال العملية للمفاتيح، عندنا هذا المفتاح وهذا المفتاح، مفتاح مفتاح مفتاح، كل المفاتيح اللي في الصفة الأولى هذه مفاتيح الكهرباء، وتسمى مفتاح مفرد لأنه يشتغل على خط واحد فقط. مفتاح مفرد، هذا مفرد، هذا مفرد، هذا مفرد، هذا يعني مهما تعددت الأشكال أو الصناعات، لأن حسب ما نحن شايفين فيه اللي هو التصميم الإماراتي وفي التصميم السعودي وفي التصميم الإنجليزي، لكن كل هذه المفاتيح تغيرت أشكالها، تغيرت أحجامها، تغيرت صناعتها، وظيفتها واحدة فقط وهي إيش؟ فصل أو وصل التيار الكهربائي. هذا المفتاح أيضا نفس المصدر، ملاحظة في غاية الأهمية، أين يركب المفتاح أو أين يجب أن يوضع المفتاح؟ يجب أن يوضع المفتاح على السلك الحي الـ السلك الحامل للتيار. نحن يعني علشان بنتأكد مثلا لقيت عندي في الحوش سلكين نفس اللون، ما عادش عرفت أنا أي سلك اللي هو الحي، استخدم مفك الاختبار
أو نحن كيف نسمه في بالعمير، هي كشفية الضي. استخدمت مفك الاختبار وضعته على السلك فأضاء المصباح متاع المفك، نعرف على طول أن هذا السلك هو السلك الحي. يجب أن يركب المنصر بنفس الكيفية، عفوا المفتاح بنفس كيفية المنصر على السلك الحي علشان نحمي الجهاز. فبهذه الصورة حمينا الجهاز من أي سريان مفرط للتيار. هذا طبعا اللي هو مفاتيح الكهرباء. حنتي أو نتوقف إلى هذا النقطة، حصة جاي إن شاء الله حنتحدث على القوابس والمقابس، وعندنا كذلك قواطع الدائرة الكهربائية، القابس والمقبس اللي هو نحن كيف ما تحدثنا عليه من قبل أو شرحناه بشكل سريع، اللي نحن نسمو فيه بالعامية اللي هي البريزة والسبينة على حسب التسميات متاعنا. حصة جاي بإذن الله حناخذ أو ندخل في المقبس والقابس، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات يعني استفدت منها، وأي استفسار نحن قابلين لأي تعديل إن شاء الله.